عسلامة ومرحبا بكم، هذا مهدي يحييكم. مرحبا بكم على قناة سبور نيوز هاش ام. أخبار الترجي الرياضي التونسي: مهاجم مالي جديد وإشادة ببوغرين. بدأ العدد التنازلي لعودة الفريق إلى أجواء المنافسات الرسمية بعد توقف منذ 25 نوفمبر من العام الماضي، حيث يستضيف الترجي أمل حمام سوسة في الجولة الأولى من مرحلة الإياب بالنسبة للمجموعة الأولى، على أن يدخل غمار مجموعات رابطة الأبطال الإفريقية يوم السبت 12 فبري بمواجهة جالاكسي البوتسواني في أولى الجولات. فالترجي أنهى أول أمس الأحد سلسلة وديات بفوز على الأولمبي البيجي بهدف نظيف سجله الوافد الجديد صابر بوغرين، واعتمد الزعادي في لقاء الودي على تشكيلة ضمت كل من معز بن شريفية، خليل شمام، هاني عمامو، محمد أمين المسكيني، زياد مشموم، منتصر تريكي، كوليبالي، إيوالا، وصابر بوغرين، رشاد العرفاوي، ومحمد علي بن حمودة. رغم أن المنتدب الجديد المغربي صابر بوغرين التحق بالترجي منذ أيام فقط، إلا أنه أثبت أنه على أتم الجاهزية الفنية والبدنية للدخول صلب الموضوع مباشرة دون الحاجة إلى فترة تأهيل طويلة. صابر بوغرين شارك مع الترجي في آخر مباراة ودية في ملعب بيجا أمام أولمبي المكان، وسجل هدف المباراة الوحيد ونال رضا الإطار الفني بمردوده الممتاز وانسجامه مع باقي اللاعبين في فترة وجيزة، وبالتالي سيكون أبرز الورقة الرابحة للجعالي في باقي المشوار. قبل بوغرين كان المدافع المحوري هاني عمامو قد استعاد أيضا مؤهلاته البدنية والفنية وشارك أيضا في أغلب الوديات، وبات على أتم الاستعداد لباقي المشوار في البطولة والمسابقة الإفريقية، كما شارك أيضا محمد علي بن حمودة، وبالتالي فإن أغلب المنتدبين الجدد للترجي أصبحوا على أتم الجاهزية لتعزيز الفريق الأول في انتظار استعادة النيجيري كينغسلي إيدو لكل مؤهلاته والانضمام للمجموعة. تواجد خلال الأيام الأخيرة مهاجم مالي شاب يدعى سيمي كامارا مع المجموعة، حيث كان يخضع لاختبار من قبل المدرب رضي شعيدي. هذا المهاجم يبلغ من العمر 21 سنة، شارك في المواجهة الودية الأخيرة أمام الأولمبي البيجي، وكان وراء التمريرة الأخيرة اللي سجل من خلالها بوغرين هدف المباراة، ونجح اللاعب في إقناع الإطار الفني بعد فترة اختبار لمدة أسبوع كامل. المالي الجديد سيكون مع الفريق مستقبلا بعد ما أمضى عقده مع الترجي، والأكيد أن الفريق سيحاول الاستفادة منه قدر الإمكان مع صنف النخبة قبل أن يعزز صفوف الفريق الأول.